مصطفى، مبسوطه جدا ان انا شايفاك هنا النهارده، وكمان خليني اقول لك مبروك على الجائزه، على كله بالحب، فيعني حاجه جميله الصراحه. الله يبارك فيك. انا مبسوط والله ان انا شفتك النهارده، وبحب اليوم السابع، انت عارفه ده بيتي، والله يبارك فيك يا رب. بيتك دايما. مصطفى، كلمني عن احساسك بالجائزه مبدئيا. بصي، هي حاجه فرحاني قوي، دي تاني مره اتكرم. السنه اللي فاتت هنا خدت برضو عن 100 وش، وحسيت بقى ان مش هاخد حاجه تاني، خلاص 100 وش عامل ايه جامد ايه. فكله بالحب، كان في مشاكل وازمات زي ما انت عارفه، وانا كنت بحب الكاركتر جدا، لان انا كنت شغال عليه من اول اسمه، وانا اللي عامل اسمه، وانا اللي عامل الكاركتر ورسم الفريم، فتعبت فيه قوي يعني. فدي حاجه كويسه ان انا اطلع بجايزه يعني. كانت ايه اصعب حاجه بالنسبه لك؟ ان انت تصور في وسط مشاكل، ده بتبقى صعبه جدا. زي ايه المشاكل بقى والظروف اللي قابلتك؟ كانت صعبه مشاكل، وكان في بلاوي، ولا كان في حاجات كتير جدا يعني. بس الحمد لله دلوقتي بقى مش هتكلم عن مشاكل، انا فايز بجائزه وفرحان، بقيت احسن حد. موافقك بصراحه، موافقك خلاص. طب انا سامعه كده بقى ان في كذا حاجه جديده، مش حاجه واحده. بصي، واحنا بنحضر ل 100 وش، هو خلاص يعني المفروض خلال الشهر ده نصور فيلم، وهنبتدي من مكان ما انتهينا يعني. فتحي سافر وهما بيشحتوا في سويسرا، ونجلاء في السجن هي وعم سامح الضلالي، الله اعلم بقى، ربنا يستر. من المره دي هتبقى عامله ازاي؟ فيلم ان شاء الله، وهيبقى فيلم كويس يعني. وفي الملحد بصوره، اخراج محمد، على اساس محمد العدل، انتاج استاذ احمد السبكي، كتابه استاذ ابراهيم عيسى، بطوله احمد حاتم واستاذ محمود حميده واستاذ حسين فهمي وطارق عماد. اسامي كده تقيله جدا، هو دور حد سلفي متشدد، فربنا يستر ويطلع كويس يعني. ان شاء الله يطلع كويس يا مصطفى، لانك مجتهد جدا على المستوى الشخصي كمان، انا عارفه ان انت مجتهد جدا جدا. طب مصطفى، هسالك سؤال كده، مفيش حاجه حب رايحه كده، حاجه حب جايه كده؟ لا والله، انا مركز في شغلي، والله بركز في الشغل اكتر من اي حاجه. انا بحب الشغل جدا يعني، مش شغلي فن بس، انا عندي شغل حاجات كتير، فشغلي مش فن بس يعني. انا الفن ده بالنسبه لي هوايه، كاني بلعب كوره مثلا يعني. انا عندك شغلك وبتروح تلعب كوره مع اصحابك، فانا بالنسبه لي الفن هوايه انا بحبه، ومش راسم له خطوات، ومش راسم ان انا ابقى يعني خالص، انا سايبها كده هي ماشيه. فلا، انا بحب الشغل، انا بصحى الصبح اروح شغل، اروح بالليل شغل. عارف ان انت من اكتر الناس المميزه على السوشيال ميديا، لانك قريب جدا من الناس، ودايما بتكتب ارائك يعني بشكل قريب منهم جدا. انت بتحب كده؟ انا بحب كده، انا كنت كده قبل ما ابقى مشهور واتشهرت، فانا هبقى غير كده ليه يعني؟ هغير من نفسي عشان ايه يعني؟ فانا بحس ان اصلا علاقه الفنان بالجمهور دي ده واجب، ولازم تبقى متواجد، ولازم لو تقدر تبارك لحد تبارك له، وتقدر تروح تفرح حد، اصل احنا يعني انت هتروح تفرح ناس كتير قوي، مستخسرها في ايه؟ تعتبرهم عيلتك الكبيره. اه طبعا. بشكرك جدا، والف مبروك يا مصطفى مره ثانيه.